سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. عارف ليه أنا بدأت لك بالحديث ده؟ لأن في واحد بيبقى عنده طمع في رحمة ربنا، بس هو مشكلته إن هو فاهم الرحمة غلط. يعني لما تيجي تتكلم معاه يقول لك خلي بالك ده ربنا رحيم، أقول له ما أنا عارف الحسنة بعشرة يا عم الشيخ والسيئة بواحدة، أنت مش حافظ قرآن ولا إيه؟ مش ربنا بيقول كده من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. طب انت متخيل السيئة الواحدة دي بتعمل ايه في وجهك وفي قلبك وفي حياتك؟ بتعمل ايه؟ دي سيئة. ايوة السيئة دي قد تمنع بها من الرزق، السيئة دي قد تورث ظلمة في القلب، السيئة دي قد تورث كآبة في الوجه، السيئة دي قد تورث هما في النفس. كل ده بسيئة؟ امال ايه؟ انت فاكر ان الموضوع هين ولا الموضوع سهل في السيئة؟ اوعى تفتكر ان السيئة لما تبص لها ان انت بتبص لها على انها سيئة صغيرة ولا انها معصية عادية. لا، ما تبصش للسيئة ولا المعصية على انها صغيرة، ولكن انظر انت في حق من تخطئ وفي حق من تعصي وعلى من تتجرأ. قانون البشر كل جرم ليه عقوبة محددة، عشان كده واحنا سايقين العربية ممكن نكسر إشارة أصل آخرها غرامة 200 جنيه، لكن مش ممكن أمشي عكس. ليه؟ لأن فيها سجن دلوقتي يا عم الشيخ في قانون المرور الجديد، أنت مش حافظ ولا إيه؟ فشوف أنت بتخاف من الحاجة اللي فيها غرامة كبيرة أو عقوبة كبيرة قد إيه؟ طب تعالى بقى من غير ما تزعل، علشان أقول لك السيئة اللي أنت مستهتر بيها دي فيها كم مصيبة. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ورضي الله عنه ليه كتاب ماتع اسمه بحر الدموع، بيحكي فيه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه. سيدنا عمر بيقول لا يغرنكم قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قالوا له ليه؟ ما نتغرش بالآية دي ليه؟ قال لأن العبد لما يزني بالذنب الواحد ولا السيئة الواحدة دي تتبعها مصائب عدة. قالوا له زي إيه؟ قال لهم خدوا أول مصيبة، أنه إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسخط الله عليه وهو قادر. فقد أسخط الله عليه وهو قادر يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سخط عليك لأنك اقترأت على محارمي، وتخيل بقى قدرة ربنا عليك قد إيه. تاني مصيبة أنه فرح إبليس بالمعصية، ما هو إبليس بيندم وينكس رأسه عند توبة أحدنا، لكنه يفرح حين يذنب أحدنا. تخيل كده، أدي تاني مصيبة. تالت مصيبة قال لهم أنه تقرب من النار. رابع مصيبة أنه آذى الحفظة من الملائكة الأبرار. خامس مصيبة أنه أحزن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في قبره. ليه أحزن النبي؟ أيوة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم؟ مش كده ولا ايه؟ فالنبي بتعرض عليه كل الاعمال، ما قالكش بتعرض علي الخير بس، لا ده كل الاعمال. فتخيل بقى انت ياللي مستني تروح تزور النبي ان النبي تعرض عليه اعمالك كده، فيلاقي عندك مصيبة ولا يلاقي عندك ذنب ولا يلاقي عندك كبيرة ولا يلاقي عندك اكل حرام. يا الله، انا فانت كده هتحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. سادس مصيبة، ده سيدنا عمر بيقول سادس مصيبة بالذنب الواحد، ده لسه احنا في الذنب الواحد والسيئة الواحدة، انه اشهد على نفسه السماوات والاراضين وجميع المخلوقات. ايوة، جوارحك شهد عليك بالذنب، السماوات شهد عليك بالذنب،
الأراضين شاهدة عليك بالذنب، النجوم شاهدة عليك بالذنب، الشمس شاهدة عليك بالذنب، كل شيء يسبح بحمد ربنا شاهد عليك يوم القيامة. تخيل، دي سادس مصيبة. سابع مصيبة بقى، سيدنا عمر يقول أنه خان الآدميين وعصى الله رب العالمين. يا ترى بعد ما سمعت الكلام ده كله ممكن في مرة تستحقر ذنب أو تذنب ذنب؟ أنا عارف إن كلنا بشر وكلنا ننسى، وأول ناس أول الناس، ولكن تعالوا نجاهد أنفسنا، لأن الخطب صعب وشديد، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله العلي القدير أن يتوب علينا وأن يحفظنا ويعصمنا من الذنوب، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.